أما شعبان فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يكثر الصوم فيه، لكنه لا يخص يوم 15 منه. قالت عائشة رضي الله عنها: كان أكثر ما يصوم يعني في النفل شعبان. وأما ما اشتهر عند العامة من أن ليلة النصف من شعبان لها تهجم خاص ويومها له صيام خاص، وأن الأعمال تكتب في تلك الليلة لجميع السنة، فكل هذا ليس له أصل صحيح يعول عليه. ما جاء في فضيلة 15 من شعبان شيء يتميز به عن غيره في العبادات، وإنما المرء إذا كان يصوم عادة البيض أو النصف من الشهر يصومه، وإذا كان لا يصوم فلا يخصص شعبان ولا رجب بصيام، ولا ينبغي للمسلم أن يخصص شيئا بعبادة لم يرد تخصيصه عن النبي صلى الله عليه وسلم.